والله ده بوصل له وديني وايماني بوصل له ده وحقوم وزاته بوصل له بوصل له وانا لايف بوصل لي اي شفته وسخ لاي جنجويتي مسكين 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 ده دول معرس دول كلبي اسمع قال شنو دو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعالت النعرات العنصرية القبلية الجهوية عندنا في السودان، وحبيت أقول الفيديو ده وأقول فيه كلام مختصر مفيد، واللي هو إذا البلد فيها إنسان حريص على وحدة أنا ما بمشي له، هو خليه يفتح هو خليه يفتح بلاغ فك فيو، عندنا ناسنا قاعدين في بريطانيا، هوديلك والله تقول أحمد كسلة بتتأكل عديل زاد هوديلك ناسنا قاعدين في بريطانيا خليهم هم يفتح بلاغ في بريطانيا. البلاغ هنا في الاتحاد الاوروبي واحد بس، كان فتحته في اي محل الزول ده طوال البلاغ بداهجه، هو خليه يفتح بتحداه وطز فيه بقول له افتح بلاغ يا حضرتك قاعد في بريطانيا افتح بلاغ ولا تتركب انت وحبوبتك زاد، انت وهمي ولا شنو يا زلمه؟ لسان السودان على النسيج الاجتماعي، اذا فعلا في رجل دوله في السودان كان مسك وفتح بلاغات في عبد الرحمن عمسيب وفي نشطاء دارفور العنصريين وكلهم يتحاكموا بتهمة. طيب أول حاجة عبد الرحيم ده أكبر زور أنصري وموسى حلال أكبر زور أنصري ودقلوا هميتي كتلوا حمدان كتلوا أكبر زور أنصري هؤلاء الرزيقات ما الكلام ده كويس هؤلاء الرزيقات لما باقي القبائل كويس منهم جزء كبير من النيجر ومن تشاد كتلوا أحدنا من ناحية أنصرية وجهوية ليه ما اتكلمت فيه ليه ما اتكلمت فيه يا ما عندك دين يا ما عندك شرف يا خاين يا خسيس يا عفن ما كانت تتكلم فيه دين ما عنصريين جزء من ابناء الشمال العنصريين فصلوا جنوب السودان وقتلوا الناس وحرقوا الناس حريق ليه ما اتكلمت فيه يا تو دوله انت بتتكلم فيها الدوله دي لما تندك شفت الورق ده يندك ويتوزع من جديد يا وسخ يا كلب غلطناه اصرناه لك دوسناه لك شفت لما جاب الدم بالكرينه اتاكد تماما بانه ما بياكل معنا ايش في السوشيال ميديا عنده صفحه كبيره فيها 100 وشويه زي صفحتي لكن ما قدر ما قدر يا زول لانه سوق بياكلوا النار زي دعديلي يا كلب افتح بلاغ انا اتحداك والله لو ما فتحت بلاغ طص فيك انت طص طص فيك لو ما فتحت بلاغ افتح افتح بلاغ والله والله اننا ناس احنا والله قاعدين نمسكهم مسك بس قاعدين نقول لهم انتوا هنا ما تشاكلوا اعملوا بس شفتوا قروش وحولوا اشتروا سلاح لاهلكم بس والله تتاكل الدنيا نهار والله تتكلم في دارفور تتكلم في دارفور تقول نشطاء دارفور عنصريين بعد السوا فينا ده كده نحن عنصريين عنصريين مشكله وين طص فيك طص 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 فيك انت وطص في جنجويتك وطص في حكومتك اللي انت معترف بها دي تقفين ولا شنو قبل اليوم برضه حبشني اوه جيب اسامينا انت ليه انت خواف مالك اسي انت قول اسامينا فلان وفلان والله انا اركبك 10 لايفات اقسم بالله اجيب الدم من غيرك اوه فتشوا لي الزول ده يا جماعه من وين؟ الزول ده تابع لكم يا شمالين؟ الزول ده اهل النوبه تابع لكم؟ وانا ناس الدمازين الزول ده تابع لكم؟ عديل رقعات جغرافيه دول، الزول ده تابع لكم؟ ما في حاجه اسمه وينشندي ساكت، عديل في رقعات جغرافيه في السودان ده. لو داير يتقسم السودان ده بيتقسم برقعات جغرافيه اقليميه. حريقة فوق يا زول. انت بليد ولا شنو يا زول؟ انا احنا بندافع ارضنا وارضنا هنا الجنجويد ارتقوا انتحقوا ارضنا وارضنا طلعوا 200 ابو حلنا هنا ها احنا 3 سنوات تدبغ لي جوا هنا حريق ما في حاجه اسمه سنار اقليم اقليم 4 اقاليم ما في حاجه اسمه انا تابع لولايه اقليم تابع لي اقليم اقليم بل اقليم يا دول ما في كلاب ساكت يا زول ما في حاجه اسمه من الجزيره، الجزيره ده وين؟ كده كلها شماليه. يا شمالي يا من جبال النوبه يا من شرق السودان يا من دارفور، اقليم في 4 اقليم، ما في حاجه اسمه اقليم وسط ولا زفت الطين. ما في. طيب ده نحضره لك هنا. كويس؟ يحصل كلام فرق. تتردم زي ده تركب يا ابن الكب يا خسيس يا خاين يا عفن يا يا ما عندك دين يا ما عندك شرف ومدعي كمان عامل فيها مسلم الله اكبر بيصلي يا بابا الكيزان كانوا بيصلوا الكيزان كانوا بيقتلوا الناس ليل ونهار بيصلوا شنو يعني تصليت؟ انت قال لك الصلاه ده بيحلك يعني دار تعمل فيها وقت كده انت بتصلي صليت اكثر مننا هنا؟ ها؟ خلاص اي
دول داري يتلبس ليك كده ويسمح ليك كده وبتاع وعامل فيه الوضع. انا بصدق ده منافق، ده كذاب، ده ابن كلب. الزول يمرق لك شيل في قلبه، ما في حاجه اسمه برصدان. برصدان ده ما في، ده كلها ولايات. اقاليم، اقليم تابع يا اقليم، اقليم كانوا شطات عرفون. شفت ده الركوب، الركوب بتاعت حياتك دي ركبنا لك، تاني سكتت، تاني حياتك ما تقدر تسعى لنا، تسعى لنا بتتردي تردي والله لما الله يغفر لها. انت تركب ركوب ايها الصاروخ، ايها القليل الادب. ها انت ماكل، ماكل ورقك ده قدام اهلنا هنا يا قضايا النازيين والعاجين. لجوء سياسه بلوتيك اخذته كيف؟ اخذته قدام اهلنا هنا، قاعد تاكل دم اهلنا هنا يا ابن الكلب يا واطي يا جزمه. افتح بلاغ تصفيك انت وتصفي همتي وتصفي حكومه انت. شوف الحكومه اللي فاتت ضدنا، والحكومه اللي قاعده ضدنا، والحسد اللي يجيبوه ضدنا. ما تعترفوا باي حكومه ما لم يكن في حريه سلام وعداله، ما لم يكن في كرت كرت السودان ده الدم وقصاد الدم. ما تقبل باي حاجه، ما في حاجه اسمه الجزيره، الجزيره ده شمال شرق غرب جنوب شمال اقليم. ايها الرجل يا ود احمق انت ما يا جماعه. زول عنده صفحه، بفتح لكم انا الدعوه، زول عنده صفحه. يعني انت زول عندك صفحه بغلبه، بغلبك الكلام تركب هاي تركب. وشفت تنبس ابو اهله ذاته عشان شنو؟ عشان تاني يحترم نفسه. ركوب بس زمان كان انا اختلفت مع نايدا فات دارفور، رجع قال لي والله يا احمد كلامك صح. اسمه هنا يا اخي الله يدينا اسمه، قاعد هنا يا اخي كريم، كريم ده ركبت لك الدنيا نهار، جلدت لك جلد ما خليت له. زول شوف شوف في الميديا ده تركب ركوب تدي مرد جد تقطع فيه وزلت الامه جت مستحضره، بيحترم نفسه طوال الكلام مع سخن حر. عيسى مدريد ده لما نركبه زي ده بجيبه كوري، لما نجيب له وسخ وكان قاعد يردم الجنجبيل ويا قتل ويا ويا الكلام ما اسخن من الطلقه. تركبوا يا زول، ما في حاجه اسمه مسكين، ده ابني خاين خسيس كفين. ما تتكلم في دارفور، شفت بيج ده مش مختلفين معانا هنا، بيج ده ذاته خط احمر كامل كاريزما خط احمر. اي ناشط في دارفور يقول كلام حلو ولا شين خط احمر. ما تتكلم، الدوافع خلاه ينبذ شنو ذاته. ما اسعد بيش ولا امسك اي واحد دارفوري قول له انت الدوافع خلاك تلبسني شنو؟ الدوافع معروفه النحي من ناحيه، دوافع عنصريه، دوافع قبليه، دوافع جهويه، دوافع بتاعت انه قمي، دوافع انه جزء من ابناء الشمال، صلحوا الجنجويد من ناحيه ارقيه واثنيه وجهويه، وصلحوا جزء كبير من الرزيقات، ولما باقي القبائل وكترونا من ناحيه ارقيه وجهويه وعنصريه. بيش ينبذك ويقطع فيك زلط ويركب حبوتك زلط. ما عندي لك حاجه يا زلط. ما جاءت حريه سلام في وعداله في البلد ده، ما تتكلم يا زول، اسكت بس تبلع كده بس. طب ليه تقول شنو يا زول؟ ايها الكلب اوعى تفتح بوزك يا زول. الزول ده قال لي من دارفور كتب كتب كتب، لانه قال نشطها دارفور، ما قال الناشطين في الميديا، ما قال انا دارفوري والناشطين من بني جلدتي من دارفور كلامهم قاعدين يقولوا ده ما كويس، ما قال كده. طلع برا نفسه اول حاجه، اتبرى من دارفور اول حاجه. ايها ايها الباطي، افتح بلاغ افتح مخك. ها ايها الخسيس، ما عندك دين، شلت ورق باسم اهلنا هنا، قاعد تاكل دم بتاعت اهلنا هنا، بدل تقيف معاهم في السراء والضراء، بدل تقول لي يا حميدتي يا جنجويت يا رباط يا قاتل بلميت ابناء الرزيقات مع موسى هلال، يا قتل يا مجرمين، جيت وقتلت اهلنا شربت دم اهلنا يا قسيسين، ما عندكم علاقه بالدين ولا مسلمين ولا عندكم علاقه بالدين الاسلام، وانتم ناس قتل ومجرمين وقطعين طرق. المفروض تقيف على المبدا ده، المفروض تناصر المراه والطفل يا خسيس. ايها الكلب ايها الواطي. طيب طيب دعوة مفتوحة يا جماعة، طيب دعوة مفتوحة، قال لي زول ايوه حرقت فشفاش وحريق، اكلت ماما درشت ديك ودرشت جنجويت ودرشت همتي ومرقت اي حاجه
وشفت ركبت الحركات المسلحة وركبت أي دول وقلت كلمة حق في سلطان الجائر، وقفت على كلمة الحق أكثر من 900 قريبا 1000 لايف، ضربتهم ضربة من حديد، عادات تقاليد دين جغرافيا تاريخ أي شيء، ركبت لك الدنيا العرب قدر ما قاعد يتملسوا في الكلام عن إحنا وربما ده ما بينفع، جيت من طرف ركوب ده.